جزيرة السعديات أبو ظبي. مؤسسة بسام فريحة للفنون فتحت أبوابها لتستقبل الجمهور في أول معرض لها أصداء الشرق. لوحات نادرة تنتمي إلى مدرسة فن الاستشراق من مجموعة بسام فريحة الخاصة وحوار ثقافات بين الشرق والغرب. مجموعة النهار الإعلامية واكبت الحدث، وكانت رئيستها نيلة تويني قد حاورت فريحة ضمن بودكاست مع نيلة. في مثل بيقول سر الفكر هو طرح السؤال. كانت هي سر فكري بأسئلتها الحلوة طرحتها علي، وأشكر النهار والله يعطيها العافية، حملت هالتراث وأبدعت بحمله. I think this place is really attract global talents and they are very visionary and forward thinking. And I think Abu Dhabi has a lot of culture offering and I really encourage you to come to experience the culture here in UAE. أنا إني أشوف بعد حق يعني تغير ضخم من أبو ظبي إلى أبو ظبي اللي اليوم نشوفها بالجزر اللي صارت مرتبطة ببعض، هذا شيء يعني ولا كان في الخيال أن يكون اللي بصمتي في هالتجربة وفي هالتغيرات اللي نعيشها. هل كنت أحلم فيها؟ طبعا لا، يعني صعب أن الواحد، أنا كنت أسمع دائما الأوليين اللي يو عاشوا عنا هنا في الإمارات من دول مختلفة ما كانوا يتخيلون أنه ممكن الإمارات في يوم ممكن يصير فيها خضار وفيها التطور اللي نحن وصلنا له. نعتبر نحن الإمارات هي بلدنا الثاني، وهذا الشيء اللي عم بيصير اليوم بفرجيك قديه في ناس نفتخر فيها. بسام يعني هو مثل ونحن فخورين فيه، وأكيد حده وما فينا ما نكون عم ندعم هيك أشخاص اللي هي علت مقام اللبنانية، وعم بتفرج انه قديه الشعب اللبناني شعب متحضر. والله حيغلى نحن السعداء بفتاح هذا الصرح، ايضا سعيد لان لوحاتي موجودة هنا. الامارات حقيقة يعني بعد 2005 كان هناك في تطورات غير عادية. كما اعتدنا دائما في امارة ابو ظبي مفاجآت ثقافية، ندعو الجميع لزيارة المكان، مكان جميل جدا وسعدنا بهذه المناسبة.